نافس بالدعم يلا يا شباب نرجع لكم اضعاف باذن الله والله والله صدق يا شباب يا شباب يا ربع قاعد يسوي شيء عظيم والعظمة لله اشهد يا الله يا الله بقول قاعد اسمع صوت قبل لا ما قاعد اسمع شيء ما قاعد اسمع شيء جزاك الله الف خير خلنا بهاللحظه هذه لحظه اعظم اجل رايح لاخواننا واشقائنا هذه لحظه اعظم بعد راح اقول لكم اللحظه الثانيه جزاك الله الف خير واتمنت يو ما شاء الله في شيء قوي كلكم اهل الخير موجودين وكل الناس فيهم الخير والبركه بس علينا نوصل نتواصل لهم الرساله عشان كذا قلت لكم الدالوا على الخير كفاعل انشر وهذا مثال يا جماعه احلام الملكه احلام الملكه دعمتنا ببوست جميل ببوست جميل الله يعطيها الف عافيه شكرا من القلب شكرا الله يسعدك يا غنيك يا رب جزاك الله الف خير يا ام فهد ام فهد انا اسف ام فهد احلام الشامسي جزاك الله وفي تبرع جديد احمد نجم الناس فيهم الخير والبركة كلهم فيهم الخير والبركة نعم. لما الواحد يوصل الخير هذا بيسويه بإذن الله الواحد الأحد أبداً أبداً لا تسوء الظن ولا تحط بقلبك أشياء تفتري عقلك يبنيها أبداً الناس فيهم الخير والبركة